فعندما نذكر الفن الشعبي القديم نذكر مبدعيه ومؤسسيه ومطربيه الأوائل، ويسعدنا اليوم أن نقدم عميد الموسيقى الشعبية الأستاذ الحاج محمد العنقة. وين تخلصني بالبارح يا
صار قلبي وجهي صوب ما شافوش اليسرى من سارة زادتني نظرة فالزين كان سدار تهلكية وحي من عن سلطان يتمنى نعطيك زاد حزني ريت بعيني حسان جاني فرخ شاد نسيني حسن هلال هالمعناوي سلطان هالكني Thank you.
فنون وغبة وجيد رقبة ما مشات بحال وصير ما من القراه والعطا زادوا لين شباس مفهدة قيموا فكناني الهدد لمشاهد والشمس قام تدخل صنعت شطر حربي درت حجمي دقاليل سطر محنت قلبي كاطبي بنات عيني شلاي حصيل بي من تصاور بوصلوا للعجيب والفراسين في عطرهم على الكرام كل من يتني من عندهم كل ما يتمنى نعطيه كل شام البيرندات والصفايات والحبارات والسلاك تتبع ضبيات والفصرطور والجوامع بالمقصورات والفريات والصوامع بالصنحيات شغل من حب والحجب حجب وكلات تحت خجلات والحياطي بالصربيات شغل من عملوا نصف عرصات بالنخل ونواور وسجار عملنا منيات ورخص السلسين وبيد القلوب ابراك مع وزات انه يعون عيون اللود زيد المطاوش منها وسيد العذاب المخلوق في ذنوب زيد المطاوش منها وزيد للعذاب المخلوق في ذنوب كل من ياتيني من عندهم كل ما يتمنى نعطيه كل شيء كل من ياتيني من عندهم كل ما يتمنى نعطيه كل شيء سميه
خطيب نفوذ.